مهتمين كل ما تكبروا سنة ترجعوا لوراء، يعني تصغروا بالعمر. ثورة كبيرة صارت بمجال محاربة الشيخوخة، تابعوا للآخر إذا مهتمين. في بطارية صغيرة جوا كل خلية اسمها الميتوكوندريا، هاي اللي بتستخدم الدهون والسكر عشان تنتج طاقة. هاي الخلية هي الحياة، بدونها ما في حياة. تتأثر كتير بالمواد المؤكسدة اللي بنتعرض لها من الطبيعة، من الملوثات، من المواد الكيماوية اللي حوالينا. مع العمر، وخصوصا بعد عمر 45 سنة، بصير في هبوط شديد بالمواد المضادة الأكسدة اللي بتحافظ على جسمنا وخلايانا، فبتتعطل عمل هاي الميتوكوندريا، فالحياة بتتأثر. وشوي شوي بكبر الواحد بالعمر، عشان نحافظ على مضادات الأكسدة هاي بنحتاج لمادة اسمها الجلوتاثيون. هاي بتقل كتير على عمر 45 وبعد. ما بتقدروا تاخدوا جلوتاثيون عشان تزيدوها، عشان هي بتنتج داخل كل خلية، فلما نتناول الجلوتاثيون ما بنستفيد منها بالطريقة اللي لازمة. والعلم اكتشف إذا تناولنا الـ NAC والجلايسين اللي دايما بحكي لكم عنهم، الـ N-acetylcysteine والجلايسين، بيعملوا على رفع الجلوتاثيون داخل الخلايا بكميات كبيرة. واكتشفوا إنه لما تاخدوهم لمدة 14 يوم برجع الجلوتاثيون بجسمكم زي لما كنتوا صغار بالعمر، نفس المستويات. اللي بيعانوا من نقص بالجلوتاثيون هم الناس اللي بكبروا بالعمر فوق 45، اللي عندهم سكري حتى لو عمره أقل، والناس اللي عندهم HIV infection. واكتشفوا كل هدول المجموعات من الناس بعد 14 يوم من تناول الـ NAC والجلايسين ترجع الأمور عندهم بالجلوتاثيون ممتازة زي لما كانوا صغار. وهاي المعلومات شكلت ثورة في علم محاربة الشيخوخة. الـ NAC والسيستين موجودين على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية، تقدروا تحصلوا عليهم من الروابط أو تقرأوا المعلومات المتوفرة عنهم. إذا مو عارفين كيف شكل العلبة، موجودة على الرابط، ما تسألوني أبعتلكم صورهم.